صفقوا على اسم أنا أجله وعرفته بحكم عملي الصحفي من قبل، بطلة أولمبية ودولية في رياضات فيها قمة التنافسية، في رياضات لا تقبل بأنصاف الرجال ولا بأنصاف النساء ولا بأنصاف الحلول، عداء في السابق ثم مختصة في رمي الجلة لانسمون دو بوا بالعربي. واختلافها وتميزها أنها نشأت هي أصيلة مدينة حزق، أصل الأصيل من ولاية مدنين، وتحكي لكم هي أكثر ما نحرقش القصة وسكسس ستوري. رحبوا معايا بريم العبدلي. ريما 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 تفضل. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، ما عادش تسمعوا فيها هكا سي بيان. اوكي ميرسي، نوجه لكم تحية الناس الكل ومرحبا بكم على الحضور ومرحبا بيا معاكم ومرحبا بالناس الكل. نقدم لكم روحي من أول جديد بعد إذنك. ريما العبدلي، أصيلة منطقة حزق جبنيان صفاقس، عروس أرياف صفاقس، ولي الشرف الكبير أني أنا نكون بنت ريف ولله الحمد والشكر أكيد. خاطر هذا مش يكون عنده حاجة في كبير برشا في حياتي من بعد باش بنيت شخصيتي وباش نحب نقول مش بنيتها، انقشت شخصيتي. معاش ممكن تقولوا هذه معتدة ياسر بنفسها، بقى مش معتدة، ما نحب نفسي ياسر الحمد لله، هذا قناعات شخصية. إذا كان جوست حابة نقول حاجة صغيرة، إنه إذا كان غاب على اسم وإلا غابت التسمية على العناد راه ريما العبدلي. انا في بلاصه يقولوا العناد راني ريما العبدلي، انا نموت على حاجه اسمها عناد، انه ما تنجمش ما تقدرش وما تنجمش توصل سيموا. انا بالنسبه لي انا انه فما حد شيء ما نجمش نوصلهم، فما حد شيء ما نجمش معناتها نعمله. حكايتي مع السبور قبلها بشويه، بديت في الطبيعه انا متخرجه ولله الحمد، يعني متخرجه عامله باك بلس 5 ماجستير مهني في التخطيط المالي في الهاشوسي، وفي نفس الوقت كما قدمني مسيو انه بطلة العالم مؤخرا 2017 وفضية الالعاب البارالمبيه 2016 وقبلها 2015 برونزيه. بالله ما دامكم الناس الكل معايا لهنا ونحن قاعده نتاع خير معناتها جست نحب نقدم تحيه كبيره برشا الراجل معايا اليوم جا ميرسي. باهي خلينا نرجع شويه للجديات. اوكي، صدفه دخولي 2010 للرياضه كانت صدفه بحته، اني انا تخرجت 2010 كليسونس ابليكي كمرحله اولى، مشيت نلوج في خدمه كالناس الكل، قالوا لي ريما عليك وعلى معناتها لي سونتر دي زونديكابي، نورمالمون هما اكثر وحيد يستقبلوا لي زونديكابي خاطر ديجا عارفين قابلين بون بين قوسين، قابلين الوضعيه نتاع لي زونديكابي معناتها الناس الكل كي بعضها بالنسبه لهم ما فماش فرق. نهار اللي مشيت نلوج في الجمعيه هذه نوجه لهم تحيه اكيد، جمعيه القاصرين على الحركه العضويه في صفاقس، مشيت نقدم في الدوسي نتاعي باش نحب نخدم في فينونس معناتها في الماليه نتاعهم كيلك سوا كونتابيليتي ولا اللي هو. الوغ شافني سي سوفيان كمون نوجه له تحيه بيان سور، شافني انا خارجه سي بون ديبوزيت الدوسي نتاعي انا خارجه، عيط لي ريما قال لي دومازيل دومازيل، قلت له وي، قال لي تحب السبور؟ قلت له بيان سور. قال لي تحب جيجي ترين؟ قلت له اي بالطبيعه. قال لي هاي نهزك معايا، هزني وقت عندي شكون شن نقدمك، هزني وقت السي عبد اللطيف الطرابلسي في اللي سيبس صفاقس. قال لي وقتاش تحب تجي ترينا؟ قلت له شافني وحكي معايا بيان سور شكون كذا كذا منين كذا كذا، قلت له اوكي. قال لي وقتاش تجي ترينا؟ قلت له غدوه 10/10/2010 هذايا 10 اكتوبر 2010، قال لي وقتاش تجي ترينا؟ قلت له غدوه ل 11 نهار 11 دخلت نترينات. ومن نهارتها بالنسبه لي انا عندي قناعه داخليه شو تقول؟ تقول انه اذا ربي سبحانه وتعالى حط لك حاجه في حياتك بالاخص اذا كان دخلت بارازار راهي مش تخرج بارازار، مش تخرج هكاك، مش تتعدى مرور الكرام، لفت خاصه اللي تعرضك اللي تجيك بطريقه انت ما توقعهاش معناتها، اتاكد راهي هذيك فيها حاجه معينه. وسبحان الله في الفترة هذيك أنا نقرا ماستر
بحيث شنو صارت العملية؟ نترنى في الليسيبس ونقرا في سيدي منصور. تراجي متاع كارب ساعة بالضبط. الحاصل نفيق الصباح نقوم نعمل في الريفي موسكيلير متاعي. كنت في السونتر متاع النخبة في صفاقس، نعمل ريفي موسكيلير، ناخذ الكار، نمشي نقرا، نعاود نرجع العشية، نعمل نتغدى وكذا وما يتبعه، ونعاود نرجع لهاشوسي في سيدي منصور بساعة أخرى. نقرا غادي كنكمل نشوف نطبع لي كوره اللي غبت عليهم فك الفتره نتاع التنقل نتاعي، عاد نرجع العشيه من بعد ما نكمل القرايه غادي نعاود نرجع للونترينمون نتاعي اخر النهار، بحيث فما اربع سوايع ترونسبور فقط في الكار باش نتنقل بين الرياضه وبين القرايه نتاعي. ولله الحمد والشكر كملت الماستر نتاعي او ميم طون كاليفي في ليكيب ناسيونال والحمد لله، وقت خذيت ميداي في بطوله تونس، اول ميداليه ليا ذهبيه بطوله تونس، هذه اول شرف بالطبيعه. نمشي بكم شويه لقدام. 2015 ترشحت لبطوله العالم لفات من معناتها من بين اصعب الجامعات في تونس. اصعب الجامعات هي الجامعه التونسيه رياضه المعاقين، اللي برشا من الناس توا يقولوا معناتها فما البارازيت انه رياضه المعاقين رياضه سهله، مي نو ماهيش سهله. اذا كان دي تشوف 2015 باش توصل تترشح لبطوله العالم يلزمك 3 سنين التواله، الاول والا الثاني على العالم لمده 3 سنين، معناتها عامين تمشي الاول في الرانكينج انترناسيونال وعام تمشي الثالث ما تشاركش بطوله العالم. يلزمك بروميير دوزيام بوندون 3 سنين، معناتها اللي فات انه باش تمشي راك باش تجيب بدناي وتروح، راك باش تنور تونس اون فات. اوكي؟ 2015 كان لي عام صعيب برشا. اول حاجه التحدي اني انا نشارك اصلا، ولله الحمد معناتها ديجا بذلت مجهود ثلث السنوات الاربع سنين اللي قدمت بكم تو بالحديث، بذلت مجهود كبير برشا بحيث اني انا نكون في التوب. ما كانش سهل بيان سور. الحمد لله استعيت وكل شيء، لكن صارت لي بروبليم كبيره برشا، صارت لي ضربه في ركبتي. انه تعرف انت بدن كان مرتاح نوعا ما، وبعد تدخل في سبور ديليت انه معناتها نتاع عمر نتاع كيما قلنا احنا دخلت سبور عمرك 22 سنه ولا 23 سنه، مش كيما تدخل عمرك 10 سنين. فهمتني؟ تعبت شويه وكل شيء بركبتي، لكن صارت بروبليم وبرشا حاجات. فهمتني؟ كنت نترانا في المنزه، رجعت في الصفاقس، معناتها برشا مواضيع صارت من بعد وكل شيء. المهم تكفلت بالعلاج نتاع ركبتي، واكيد سي حبيب شبشوب وقتها كان الطبيب الدكتور نتاع سي اس اس، معناتها بالطبيعه نوجه له تحيه، هو تلاها لي بها بالكدا مشكور بيان سور. لكن قبل بطوله العالم صارت بروبليم في الفيدراسيون، ما نعرفش اسكو نتاع تمويل ولا شنو بالضبط، ما دخلتش ستاج باش نحضر بها لبطوله العالم، ما دخلتش ستاج. التمرينات نتاعي وين كانت؟ كانت ما نعرفش المصطلحات هذه، الناس اولاد المدينه بين قوسين الناس كل اولاد بلاد، معناها كنا توانسه. لكن في البريود هذيك ما دخلتش ستاج، لكن انا ما سلمتش يلزمني نشارك في بطوله العالم، يلزمني نمشي، يلزمني نتصرف، نعمل اي حكايه. لونترونور في اونترونوري مدربي في جابس يبعث لي البروجرام نتاعي في الفيسبوك، يقول لي ريما اخدم تال تال تال. نخدم وين نخدم؟ نخدم في الثانيه نتاع عمي، ارض محفوره بقلبه. اوكي بابا يشد لونتوراج، تخيل انت نتاع ثانيه، راني مش نحكي على مترو هكا 10 متر على 10 متر، ونحكي على 1000 متر مربع. بابا يشد الاطراف نتاعها ويسمعها براتو باش انا نجم نجري. اوكي مشيت 2015 في الدوحه قطر، مشيت شاركت في بطوله العالم من غير المدرب نتاعي، بحكم وقتها كنت الوحيده المترشحه في الكيب نتاع صفاقس. فتكم بالحديث منهم صارت لي طرفه منهم مره. نترينا في السنه نتاع عمي ويشوفوني حاشاكم الكلاب من غاد. الجو فيا ما شاء الله عليا، هما يجري وانا نجري، هما يجري وانا عرفت. قلت لهم صحيح ما عادش انا لونسمون تبوا، انا مش نولي سبرنتر اخر عام، عارف ما عادش فيها الجري اللي جريته هذه الرحله، ما زلت نتذكرها معناتها، مش سهله حتى تعرف، عرفت هو يجري وانا نجري ويجري وانا. الحمد لله اون فيت 2015 كملت، مشيت الدوحه وقطر وكل شيء، ولله والحمد اول معناتها كانت اول ميداليه عالميه بالنسبه لي انا، برونزيه 2015، هذه هي الدوحه 2015. كيف كيف نكملوا الحكايه، انه 2016 ترشحنا الحمد لله لبطوله العاب البارا اولمبيه ريو دي جانيرو 2016. كملتها الحمد لله يا ربي، صارت لي اصابه بالطبيعه كالعاده، انا عندي راني قبل كل اشيونس كبيره سبحان الله، معناتها تقولش عليها اللي صابت بدات تلوج عليا، تقولش تستنى فيا باش تقول راني ماشيه لك البلاصه، عرفت. ريو دي جانيرو 2016 ترشحنا والحمد لله، يعني انه مش نشارك
قبلها من بعد بثلاثة شهور نتضرب في ظهري، وكان الضربة خايبة خايبة لأبعد الحدود، قد ما نوصل معناتها حاشاكم معناتها حتى الواحد باش يمشي معناتها باش يعمل يقضي حاجياته الشخصية، معناتها توصل أمي تهزني على ظهرها باش تحولني معناتها ويحكم علي الطبيب وقتها باش نرقد على ظهري حاشاكم اللوحة اللوطة وزرارق وكل شيء. لكن أفو ديما نعمل لا ماهيش هنا، مش دخلت للسبور باش تسلم تويك، مش ما تجبت جابوك في السبور في لحظه مش تخرج منها هكا في لحظه، ما فماش هذي، فما ريما ماشيه سي ماشيه بعد اذن ربي سبحانه وتعالى، فهمتني. 2016 شيت ريو دي جانيرو والحمد لله معناتها روحت بالفضيه بعد ورقم قياسي شخصي يعني الحمد لله، يعني كانت حاجه اكسبسيونيل ريو بالنسبه لي انا، ماهيش حاجه دو نابورت كوا يعني انه توصل تشارك في وتمثل بلادك وتشوف الدرابو نتاع تونس معناتها يرفرف، وانت السبب اصلا باش تكون الدرابو الفوق، معناتها انت السبب، معناتها ربي يهدي مخلق اولادنا بناتنا معناتها اللي يحرق واللي كالكسوا في الارهاب معناتها ربي يهديهم، معناتها ما نحب نقول معناتها محلاك تكون انت السبب باش الدرابو هذاك يكون الفوق ويقولوا ايه با معناتها شوفوا تونس. صارت لي نهارتها وقت لي تخيل انت بعدك لي ستاج وبعدك البريسيون اللي كانت موجوده وكل شيء، نحن مروحين ديجا هبطنا في تونس في المطار وقت السيده مجدولين الشادي وشيرني وجماعة ليكيب كامله مشكورين في الوزاره وقت استقبلونا وكل شيء، سي يوسف الشاهد وكل شيء، نحن هبطنا من الطياره سبحان الله تحس كانك عرفتك البريسيون وكل ايكيب كامله كانت معناتها في لحظه استنفار عظمى، معناتها الناس كل ماشي الاولمبيك ماشي مش الناس كل هذا يلعب هذا يلعب والتشجيعات الكميه بعض. تلفت المدرب بجنبي قلت له كوتش شنو تو؟ قال شنو بعد كانه لحظه نتاع فراغ، عرفت انه اللي دخلنا فيه النفق الكبير اللي دخلنا له جات لحظه انه تخرج صاي للضو سي بون، معناتها ما كانه معناتها لحظه نتاع فراغ حسيتها. قلت له كوتش شنو بالرسمي لهذه لحظه كلمات محفورين في ذاكرتي وحطيتهم في وذني لهنا فوالا شوف وذني ايش عملت سامحوني. قلت له كوتش كيفاش؟ قال لي ريما الطيارات مش ترجع للقواعد نتاعها، لحظه راحه بعد مش نعاودوا نرجع فريمون كلمه ياسر، معناتها انا كاني كنت معناتها طياره حربيه مشيت لبلاصه معينه ضربت 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 خرجت بالقاع نتاعي ورجعت تويك القواعد نتاعي فريمون كان معناتها انا من الجيش، حتى انا جيش زاد رانيا حتى انا تونسيه كمان، مشيت قتلت في بلاصه معينه جفيت تو معناتها كل شيء عملته باش نروح بك الميداي هذيك الحمد لله. معناتها على فكره كل مره نجي ماشي الكومبيتيسيون تفكر الحكايه هذه، يقول لي ريما طيارات دخلت ضربت رجعت القواعد نتاعها مش ترتاح شويه تربوزي وتعاود ترجع تطلع، انا نفس الشيء بقيت هكاك شاك فوا ديما نبقى نذكرها الكلمتين هذوما. 2017 كيف كيف مع قله الامكانيات في الجامعات نتاعنا مع بون هذا وضعت الدوله التونسيه كامله، ما نجمش معناتها نتوجه معناتها باللوم على شخص او اخر يعني اوكي، قله امكانيات طول العام ما خرجش حتى معسكر ما خرجش حتى ستاج، وقبل الكومبيتيسيون وكالعاده بشهرين نتضرب في ظهري مرة أخرى. مش بالرسمي عشاك الشيونس معناتها لي غونشي معناتها الشيونس الكبار باش تكون عندي ديما عندي ضربة، وبالرسمي وليت خايفة وين فما كومبيتيسيون قريبة نبدا وين هذه زعما في رجلي في ظهري وين باش تكون المرة هذه عرفت هكا هو. 2017 كان لي معناتها حاجة اكسبسيونيل على الاخر في حياتي في كل جميع الأصعدة يعني كل كسوة الشخصية العملية من ناحية الرياضة من ناحية كل شيء كل شيء، كان 2017 حاجة اكسبسيونيل بالنسبة لي أنا. مشيت شاركت في بطولة العالم كالعادة من غير المدرب متاعي بحكم ما فماش شكون من الكيف متاعي ترشح مع ريما العبدلي. سالي القنفودي اللي هو المدرب تاعي نوجه له تحيه ما مشاش معايا، لكن ريما الحمد لله رجعت بالذهب مره هذه. هذه بالنسبه لي انا قد ما نحكي لكم معناتها مش قيمتها
انها اوكي هي ذهبيه لكن فيها برشا معناتها فيها برشا حكايات بالنسبه لي انا. 2017 على فكره رقم الحظ نتاعي 7. نمرو شومبرتي نفكرها كي تو نمرو شومبرتي في لندن 707، اسمي في الليسته محطوط السابع. لعبت 17 و17 دقيقه، رميت 7 متر و57 اوكي فريمون مش نورمال معناتها اوكي. وحتى في الليسته في الوقت اللي روحنا لتوصلنا حطينا في الترتيب الميداليات انا اسمي السابع معناتها كالعاده. السبعة مجيرة حية كيما تحب. با معاها حكاية صغيرة زاد هذي راه باش نكونوا واضحين. 2017 نقرا دوزيام اني سكوندير، نرجع بكم شوية بالحديث. نقرا دوزيام اني سكوندير، نقرا عند أستاذ تاع تربية رياضية، نقرا وقتها لونسومون دو بوا سيكل بوا. ليكيب كاملة في القسم الكلهم أعطيهم 18 19 20، ما عدا أنا أعطاني 11 نقراو بوا أوكي. نضحك علينا الفازة هذه خاطر بالرسمي خلات لي أثر كبير برشا في حياتي. مشيت له قلت له مسيو علاش تعطيني أنا 11 ولا 10 ولا 10 ونص؟ نوت مش يطيح هذاك راهو من المويان بحكم سبور كان يدز برشا في المويان. قال لي أنت بالذات تحمد ربي أعطيتك 11 غيرك يستاهل 2 و3، أنك أعطيتك 11 ديجا عملت معاك الجيست. قلت له با بالرسمي؟ قال لي إيه. نهار اللي هزيت الميدالية الذهبية في لونسومون دو بوا رجعت له السيدة ذايا قلت له شفتك 2 و3 اش عملت ولا؟ شفتها ولا؟ با اليوم ريما السيدة ذاك فريمون اشيك فوا وين يشوفني ولا يهبط عينه معناتها. الانسان هذاك اللي يوما ما قال لي انت تستاهل 2 و3، اليوم ريما رجعت بطلة العالم في رمي الجل. شفتوا انه معناتها انه لفات انه معناتها باش يقولوا لك راك ما تنجمش ما تقدرش، راهو ذاك هو يعطيك في رفلي انت على البسيكولوجي نتاعك، لكن انت شنو مع روحك؟ انت شنو قراراتك؟ انت شنو تحب توصل؟ وين شنو تحب تعمل؟ انا اليوم نرقد نفيق الصباح شنو وين نحب نوصل؟ انا شنو البلان نتاعي؟ معناتها شنو معناتها فريمون حاجه افهموا انتم شنو تحبوا توصلوا، اعملوا بلان لرواحكم، اعملوا انا نحب نوصل تيل بوان، نحب نوصل، اعمل زوبجيكتيف. انا تو بالنسبه لي انا شخص اخر يقول لك لي معناتها هكا سي بون عملت ميداليه ذهبيه وصارت لا معناتها لي اوكي عملت رقم قياسي شخصي سي، عملت ميداي دور سي، لكن توا فما معناتها عباد اخرى تخدم معايا عندي توا كتحدي شديد وكبير برشا اللي هي عندي البولونية من بولندا عملت ريكور جديد، انا تو نغزل الريكور نتاعها هي، انا حاجتي بها هي، انا مش نشارك في بطولة العالم 2019 وحاجتي بالميدال. مانيش باش نسلم، انا مش خاطر اوكي هي عملت ريكور انا نقول لها اوكي سي بون فوالا تابي روج ليك انت تفضل، ليه مانيش انا، مانيش ريما الحزقية اللي مش تقول اوكي، مانيش انا. صحيح نحكي لكم توا كي من هكا، لكن سوي سيغ حياتي ماهيش سهله برشا معناتها ماهيش سهله اسوبوا معناتها فوالا ريما ما شنو، لكن وقت اللي نجي نشوف الحمد لله رغم الصعوبات الكبيره اللي قاعده نواجه فيها تويكا بحكم انتم ما تعرفوا من انا نتدرب في صفاقس لكن دار راجلي في بركه الساحل الحمامات. انا نترنى من الاثنين للجمعه اوكي، نهار الجمعه نتر انا صبحت تلقاني مسكيلاسيون ويعلم بيا كان ربي وحديد وريفي مسكيلير دو سيونس، ريفي مسكيلير 6 نتاع الصباح من 6 حتى 7 غير ربع، بعد تك تعاود ترجع من 9 ل 11 ولا نص النهار، نروح ديريكت لدار راجلي. وجه لك تحيه بيان سير ما تتغشش. اوكي. نروح ساعات نبدا بدبشي كي من هو هكاك. نطيب. نمسح نسيق كل شيء ننسى روحي كغاديك اتليت ننسى نرجع لدار راجلي ريما اللي هي معناتها مولات الدار هذيا اللي مش نقوم بواجباتي العاديه يعني كاي امراه. نكمل كي من هكاك نهار السبت الصباح نقوم نترنى في بركه الساحل وين نسكن نعمل فوتينغ نشد الكياس وكالعاده على فكره حكايتي مع الكلاب ما توفاش مره هذه عندها الجمعه التالي جراو في جرتي ما عندك العاده. نهار الاحد نطيب الغداء وكالعاده نشد ثنيه الرحال لصفاقس.
نتري أنا كالعادة اثنين ثلاثة أربعة خميس جمعة جمعة نعاود نرجع كيما وهي ماشي هكا هكذا دواء ليك تعب كبير برشا. لكن الحمد لله كي نشوف أنا روحي أنا تعبة عندي بريسك عندي عام تويك معناتها متزوجة، لكن في خلال العام هذا أنا عملت ركور بيرسونيل مرة أخرى معناتها ما سلمتش صحيح تعب معناتها جسماني وفكري وكل شيء لكن ما سلمتش. آخر بريود في جويلي عملت ركور بيرسونيل من أول وجديد قربت للركور متاع البولوني الحمد لله 2019 فلا راني جايتك أصبرني أنا جاي الصوف يتباع بالرزانة وحيدة وحيدة نحن ما نشويش طول طول رانا كم إن شاء الله ما نكونش طولت عليكم بارك الله فيكم الناس الكل مرسي 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 انا اسمحوا لي باش نكون اناني المره هذه التروفي باش نقدمه انا ريما العظيمه انا سميتها وتستحق منا هذا واكثر هي ما أهدتناش ميداليات برك أهدتنا قصة من أجمل ما يكون من قصص نساء تونس خير سفيرة بالفعل مش كلام كي تحكي على علم تونس قبيلة شيء قشعر الحم فعلا جوز حابة نقول حكاية صغيرة بعد إذنك طبعا أنا لولا مش الناس أخرين مش يحكي نقول لك الغدوة معك يرسي في جانتي جوز حابة نوصل المساج صغير برشا معناتها إن شاء الله كل تفهمني راهو إنه باش توصل في الدنيا هذه باش توصل تعمل حاجة راهو مش إنك تعمل تمر في الدنيا هذه مرور الكرام أنا قررت في حياتي إني أنا باش نسجل حاجة في تونس اوكي لفيت انا بكري بركه المسيو كنت نحكي معاه تو زميلي ديجا مش تشوفوا كنت نحكي معاه قلت له لفيت اني انا نوصل نخلي اثار الحمد لله حصلت على وسام الجمهوريه سنه في رابعه وسام الاستحقاق على الاستحقاق الرياضي قدمه لي سيد باجي قايد السبسي قلت له جا دخلت السجلات الدوله التونسيه ستانونور بالنسبه لي انا هذاك شرف كبير برشا لفيت زاد كيف كيف ان اي شخص يدخل يكتب في جوجل خليت اثار عالميه انا نسمي روحي معناتها يقولوا معناتها مغتره بروحها يقولوا ما شنو لكن فوالا نسمح لروحي بالشيء هذايا عندك الحق تدخل الجوجل تكتب ريما العبدلي يخرج لك استوريك يخرج لك بالماريس يخرج لك كل شيء بالنسبه لي انا جو في كلك شوز با معناتها هذا شرف باش نكون اليوم معاكم وذاك هو السبب لو كان انا ما جيتش عملت حاجه في حياتي ما نتصورش اليوم نكون كنت معاكم عملت حاجات كبيرة ريم عملت حاجات كبيرة في الصحة مرسي عايشك تخي جانتي عايشك ربي فضلك عايشك تخي جانتي عايشك مرسي للصورة مثالش مرسي عايشك ربي فضلك تخي جانتي مرسي مرسي مسيو شكرا